السلام عليكم واهلا بيكم في قناة عالم اماني. كل سنة وانتم طيبين. ده فيديو وصفات مشتركين صورته ماما وعمل لكم فيديوهات كتير قبل ما تعمل العملية عشان تتابعوها. ما تنسوش المشاهدة والشير واللايك والدعاء لماما بالشفاء. شكرا جدا ليكم ولدعواتكم، دي احلى تعليقات واحلى دعاء بالشفاء جات لي ماما. يلا نشوف احلى وصفات المشتركين، اكتبوا وصفاتكم في الكومنتات. نكمل الوصفة الأولى بتاعت سميحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الوصفة سهلة جدا وكل مكوناتها في البيت. معايا ربع كوباية مية بالشكل ده. ان شاء الله هنقول السؤال. ما تنسوش لايك وشير للفيديو يا حلوين، واللي أول مرة بيشوف عالم أماني يشترك في القناة ويفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. هدوب معلقة ملح صغيرة مع ربع كوباية مية وأقلب كويس جدا. اهم حاجه الملح يدوب في الميه، ما نزهقش ابدا من التقليب علشان ما ينفعش الملح يكون بايم في الميه. ومعايا معلقه صغيره زيت بالشكل ده. هقلب كويس جدا الزيت مع الميه مع الملح زي ما قالت سميحه. ما قالتش على اللون، بس انا هحط لون علشان يبقى السلايم بتاعي شكله حلو وجميل. هي قالت ممكن بدون لون، ممكن خالص مفيش اي مشكلة، بس اللون بيدي شكل ويفرحني كده وانا بعمل لعبة حلوة لولادي. هقلب كويس جدا. ان شاء الله هنقول السؤال، خلوا بالكم معايا. وان شاء الله هنقول واحنا بنعمل السلايم. اي وصفة تيجي على بالكم، مكياج، شعر، ماسك للوش، اكتبوها لي في التعليقات. هستنى منكم احلى الوصفات. مش شرط سلايم، هنعمل كل حاجة مع بعض. بعد ما دوبت اللون هحط الدقيق او الطحين حبة حبة بالشكل ده. شايفين اللون جميل ازاي؟ بجد تحفة، اللون حلو قوي. يا رب يعجبكم، ان شاء الله يعجبكم. ومستنية رأيكم برضو في التعليقات. يبقى رأيكم في صورة القناة الجديدة ورأيكم. هحط حبة تاني لان لسه السلايم سايب معايا. طبعا كده لسه مش سلايم، انا عايزة حاجة بتمط، حاجة بتطرقع، حاجة جميلة. عايزه اقول لكم كده انا محتاجه رايكم في حاجات كتير قوي في التعليقات، زي صوره القناه الجديده، وكمان عايزه رايكم في الوصفات اللي هنقدمها جديده في القناه، مكياج وشعر وماسكات للبشره. ان شاء الله عايزه الثلاث حاجات دول. هعمل لكم اي وصفه تيجي على بالكم. هقلب تاني واشوف محتاجة طحين او دقيق ولا لا. الطحين هو في بعض الدول وهو هو الدقيق في مصر. لسه طبعا ما بقاش سلايم، هضطر احط كمان شوية طحين. هقلب كويس جدا جدا، تماسك وبقى كويس حلو قوي، بيموت اللون تحفة. ايه رأيكم في اللون؟ دي الحاجة التالتة اللي عايزة رأيكم فيها. هحط معلقة زيت صغيرة وهبتدي امسكه بايدي بقى لما يشرب الزيت. همسكه بايدي، شايفين بيمط بجد جميل قوي قوي. شكرا يا سميحة، بجد الوصفة طلعت حلوة قوي.
مرسي يا حبيبتي جدا ليكي، بيمط وبجد حلو قوي وعجبني، والوصفة هايلة وكل مكوناتها في البيت مش هتكلفنا اي حاجة نشتريها. مع السلامة، ويلا بينا نشوف قوام السلايم. مش مع السلامة، ده لسه هنعمل الوصفة التانية بتاعت بسنت شعبان اللي كسبت معانا بوصفتها. ان شاء الله هاخد كل الوصفات، محدش ابدا يزعل مني، بس مسألة وقت لانكم كتير جدا. وخلوا بالكم انا ما باخدش الوصفات الا من اخر فيديو، يعني دايما تدخلوا تتابعوا القناة وتتابعوا اخر فيديو. خدت معلقة كبيرة غيرها، دي وصفة بسنت شعبان، هنشوف ناجحة ولا لا في اخر الوصفة. هاخد معلقة شامبو صغيرة بالشكل ده، ما عندكيش ازازة تقدري تفضي كيس شامبو. تمام. ما هو الشيء الذي لا يمكن تحريكه الا بالضرب؟ سؤال الحلقة، ما هو الشيء الذي لا يمكن تحريكه الا بالضرب؟ سؤال سهل جدا. حلو قوي قوي. حاجة مش هنعرف نحركها الا لما نضربها، يا ترى هي ايه؟ هقلب كويس جدا، انا حطيت لون اصفر، يا رب يعجبكم. يبقى كده حطيت الغيرة، خلوا بالكم الغيرة انا ما فكتهاش بمية، معايا ربع كوباية مية وربع معلقة دينكار زي ما احنا شايفين كده. تقدري تستخدمي اي محفز زي البرسيل جيل، الباور جيل، وممكن تستخدمي مية العدسات، ممكن كمان لو عندك مسحوق باودر، ما عندك الجل، اي مسحوق مش بس البرسيل، تدوبيه في ربع كوباية مية وتبتدي تستخدميه كمحفز، هيبقى تحفة جدا. يعني اي حاجة عندنا نتصرف بيها، مفيش حاجة معينة. هقلب كويس قوي قوي، ما فكتش الغيره بميه. هقول تاني، انا فكيت الغيره بمعلقه شامبو صغيره، مفيش اي ميه استخدمتها النهارده الا ميه الدينكار بس، اللي هو البوراكس، اللي هو بديل البوراكس. تمام كده، اللي بجيبه من العطار. ساب البوله، السلايم بتاعي كده خلص خلاص، لازم اقعد العب بيه شويه علشان يتمدد معايا وما يتقطعش. تحفة جدا بجد، جميل، اللون رائع. ايه الالوان الحلوة دي يا طنط اماني؟ بس احلى الوان دي ولا ايه؟ جميلة، شايفين الالوان؟ يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسونيش حبايبي في اللايك، اشتراك في القناة، شير للفيديو، تفعيل الجرس لو اول مرة بتشوفي عالم اماني. يا رب تكونوا فرحتوا بالفيديو ويكون في حاجة حلوة.